السلام عليكم، اهلا بكم في لوك جديد. وين رايحين احنا؟ رايحين التي هاوس. هاوس تي ولا تي هاوس؟ تي هاوس، بس مو رايحين تي هاوس، ستاربكس. ستاربكس احمد رويس في ستاربكس، بنروح نجلس عنده شوي. عندنا كذا شغله بس ما راح نقول لكم عنها. بنخلص من ستاربكس بعدين نروح تي هاوس. نروح تي هاوس، فخلوكم معنا. شكم غيرت السلام؟ طيب نحن 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 أكيد جينا المول. طبعا كنا بنروح تي هاوس وغيرنا راينا، بنروح لعندي وغيرنا راينا، بنروح للمارت وأجلنا وجينا فطرنا ذلك كلهم بس حبيبي. بس ترى افتحوا محلات، حتى المحل هناك اللي كان يشتري ملابس سكروه. أي واحد في محل أول كل يشتري من وحيد في المول، اسمه جينيز بس اسمه ما أعرف اسمه الله، بس سكروه. تعال محل تاول حق ديلي، نروح حق احمد رويس الحين. سم مناح من الله. مناح من الله جاي اقول لك كيف حالكم يا الربع، تقول مناح من الله؟ كيف الحال؟ خير نعمة طال عمرك. شلونك؟ سنوني ما في شيء حلو، كلها تكون شوفك تقول المستشفى اسنانك يا رجال. انا قطعت ومن قطعت شليح ترى خلاص، مو تحسن لك اجل خلاص في سوي عايش عليك. انا غاثك انت تقول قطع جنب. طيب غاثك. وصلنا للمارت الحين، خلاص معزمين احنا نغير كفرات. خلاص معزم كفرات من اول تقول اطلب الحل. والله هالمره خلاص زي ما قلت لك كفراتك تطلب الحل من اول من عام 1400 وحطبت. انا شوف انا عارف، بس انا ما سوق هالسياره. شفت شلون سيارتك يا رجال؟ خلي ما ساق الا انا والله. ايام تذكر هلنا سولت لك نرجع مره ثانيه، تونا واصلين من سولت لك سبوكان. اهو تو جيب سبوكان. لا سولت لك لا، اول ما شريتها صدق لا خططنا امريكا فيها. شرق امريكا. شو اللي صار؟ رحنا الحمام احنا وتغير الوضع. ليش تغير الوضع؟ شوف اعطانا 436 تمام، قيمة الكفرات لحالها 344، بس ماني مقتنع بالكفرات. اعطاني كفرات ما عجبتني، لكن 344 قيمة الكفرات 40 دولار. هذه مهمة. شنو هذه؟ حق ترصيص الكفرات. ايه اللي يحطون الحد. لا لا ترصيص الكفرات. انا والله حظي هذا، ولا عمري هالكفرات ليش الحين جينا بطقم. خلاص عندك كفرين بس، النوع اللي اخترناه ما عنده اربع كفرات. احنا كذا قلت لك خلينا ندق لك على بيوت الحين. يلا خلاص نسوي لك اياها في بيوت عند الناس الطيبه الحين. خلاص اذا كنا بننتظر ولا سوينا اوردر ندور الحين كلهم هنا. اذا جات التريلر حق كفرات ما يدري هل بيكون موجود فيها الكفرين الثانيين ذي ولا ما يكون موجود، ولا يقدر يسوي طلب عليهم. ليش؟ بس كذا يدير قال ما اقدر اسوي طلب لهم، فننتظر التريلر تجي. اذا جات ستاتستكس الله يلعن. اذا جات بيشيك هل موجود ولا مو موجود. فبالعربي انا ما ادري ليش حظي مع الكفرات، يعني بالعربي كيف الشيء. امشي السياره على الويل. جايين عند المحل، طبعا ولا عمري دخلت هذا على طريق المارت، كلا نمر يمه. المهم ان هذا المحل حق اشياء مستخدمه. ده سلم الحين، شلون سلم على جنب ذا؟ لا مو بسلم، ذا جسر اتوقع تحطهم اثنين، ما ادري والله. شوف الكلب اللي يتحرك هناك، توقعت صوره او شيء يطلع له صدق. والله يتحرك بس مو برضي يحرك رقبته، بس مو راضي ينزل. ده صدق ولا كذا؟ بيحرك رقبته بس، شيء مغلفينهم كذا بدون نفس. شوف صار بلاي ستيشن 2. ايه والله بلاي ستيشن 2. هذا الميموري هي بلاي ستيشن 2 ذا. ايه ذا اكس بوكس بلاي ستيشن 2 ذي. والله ما اعرفهم ذي، احس ان ذوقهم امريكاني. شوفه ذي لعبته تصدق كاسبر. ايوه هي هذه اللعبه. طيب الحين ما عرفت شيء ثاني. ها ما في ذي ناروتو، بس الحين يلعبون فيه ما ادري. شوفنا مسلسل بلاي ستيشن 1 ذي ولا افلام هي اغاني. والله محل ما تدري ايش اللي يبون يحطون فيه، كل شيء بس ركب 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 بس اي مكان. المهم ما مرتب ركب بعد 3 ايام. والكفرات شلون بعد 3 ايام؟ بعد بكره كلمت تليفون لازم اجيك. لا صار خلاص ما حصلنا الا ذا. خلاص انا ادق عليهم يوم الربع الصباح واقول لك انطلب لهم يا استاذ احمد. وهذا العلم سلامتكم طال عمرك. وعليكم السلام. علمك سالم وغانم.
يلا مع السلامة. يلا اشوفكم على خير. يلا مع السلامة. ما تعودوا مرة ثانية. ان شاء الله. وصلنا المطعم الهندي اللي كان في بلغريد نقلوه هنا. فبنجرب الحين نشوف. طبعا نفسهم هم بس يمكن تقلوان يغيروهم ولا. لا نفسهم. يعني الوصخ ما بروح وصخ. راعي محل هذا وشو موجود نفسه. لكن النظافة تغيرت. فالسعر راح يرتفع. هذا المشكلة. رتبع لازم على الشكل يقوم يأكلون الناس. الحمد لله خلصنا أكل. طبعا بس طلعنا عبد العزيز يقول يبي هضم. والله حرارة وكل. اللي طلبنا نفس الحركة. شيء طلبنا واحد الحرارة رقم واحد وواحد رقم اثنين. أنا أخذت رقم اثنين وعطيت رقم واحد. طلع بالعكس مسوينه. مسكين أشوفه يأكل وجهه في ماي معرق. أشوف كل شوي قام خذ النشاف قام مسح وجهه وعكسنا. ما ادري يعني رقم اثنين يسوونه احيانا كنا رقم اربعه او خمسه. والله شكلهم يمشون بالمقلوب واحد هو احر شيء. طيب واحد ابرد شيء هذا احد جايبين اثنين الحار. المهم ان عبد العزيز اخذ له سونا قبل شوي طلعنا قدام. شو كيف جيل فورتنايت حتى بالكافي جايين يلعبون فورتنايت. شو هذا اللي ذاكر شف مجتهد. ترى اليوم ما شايفاتهم ينظفون النوافذ في كل مكان لا ستاربوكس ولا هنا بس دي ينظف ما دي ينظف من فوق ولا بعد نفس اللي ستاربوكس شركة جايبين ينظف اللي تحت. خلاص الحين الساعة كم بتصير عشر عشر وتو تغرب شو إيه عشر المغرب. كم كانت تفطرون هنا رمضان؟ هذه تسعة ونص كذا. ففي نهاية الفلوق لا تنسون اشتراك القناة نشر المقطع شير ودعناكم دقيقة هالمرة بقولها أنا بالعربي وعمل إعجاب لايك لايك. طيب أنت مرت تقول لايك أنا أقول عمل إعجاب لايكس ليش أنت ترجم أنا أقول لايك بالعربي بالإنجليزي لايك أنت ترجم بالعربي توك تقول نشر المقطع إيه قلت شير إيه وأنا قلت عمل إعجاب أنت قلت مرت تسوي العكس أوكي وخلاص انت فهمتوها والسلام عليكم.